يعطيكم العافية. صراحة بلش شرح شابتر 19. شابتر 19 بحكي عن الميكانيكال الفايبريتور. طبعا هذا الشابتر فيه كثير شغلات زنخة، من ناحية كيف أجن المعادلات، كيف اشتقان المعادلات. فإحنا ما راح يجي إنه كيف أجو. فإحنا أول شيء لازم نكتب عندنا بعض المعادلات اللي يكونوا موجودين، يعني زي شيت قوانين زي كذا، معادلات محطوطة على جنب راح نطبقهم بأي سؤال بالفايبريشن. أي سؤال بالفايبريشن راح نطبقهم. طبعا انا راح اشرح اول جزء من الشابتر بدون البنادول. البنادول راح اشرحه بعدين على جنب، لانه هاي يعني بعدني لسه ما بلشت فيه. فانا شرحت اول شيء الاشياء الرئيسيه، بشرح الشيء الاساسي اغلب البروبلم، بعدين نبلش بالبنادول والجزء الثاني من الشابتر. بس المعادلات اللي بدها تكون على بالشاشه طول الوقت راح تضل على الشاشه طول الوقت. اول واحده، اذا السؤال ما في زمن ولا في اي شيء ولا يعني ولا شيء، راح نطبق هاي المعادله. الاكس تساوي لا مش الاكس، الفي ما راح تعمل اكس، راح نحكي في. طبعا في ام بسموها يعني في ماكس، يعني ماكسيمم فيلوسيتي، او الفيلوسيتي اللي بتحتاج عن الهارمونيك موشن اللي هو الزبرك بيعمل لي هارمونيك موشن، راح تكون عباره عن الاكس ام في اوميجا ال. واذا كان عند تسارع اي ام، طبعا هو مشتقته بده يساوي اكس ام في اوميجا ان تربيع. وهذا الاشي اصلا نعرفه من التشابتر اللي قبل، بس بدون رمز اوميجا. ممكن نحكي الفا كروس ار او اوميجا تربيع في ار وهكذا. الار اللي هي الاكس والاوميجا اللي هي الاوميجا. هسه شو الاوميجا ان؟ الاوميجا ان قانون واحد ما بتغير طول التشابتر، برضه بده يكون جذر الكي على الام. الكي اللي هو ثابت الزنبرك بوحدة النيوتن على المتر، يعني السؤال فيه كيلو نيوتن، لا بدي اخليها نيوتن يعني بضرب 1000. والام اللي هي الماس في الكيلوغرام. هاي اول شيء لازم نعرفه، اول قانون الاوميجا ان بتساوي جذر الكي على ام، هذا شيء لازم اعرفه. والفي ام بدها تساوي الاكس ام في اوميجا ان. الاكس ام يا انا بطلعها من القوانين اللي راح تيجي بعدين، يا بكون معطيني اياها بالسؤال للهارمونيك ديستانس او البوش ديستانس وهكذا. والفي اللي هي الفيلوسيتي، والاي اللي هي الاكسلريشن. فالاوميجا ان بطلعها من القانونات، بعوضها بالفي تطلع مع الفي ماكسيمم، وبالاي بالاي ماكسيمم. هذا اول شيء. ثاني شيء القوانين، في عندي كمان قانون اللي هو البيريود اللي هو للحركه الهارمونيك موشن كامله، بدها تساوي عندي كأنه 2 باي على اوميجا، بتكون عندي 2 باي على اوميجا ان. فالاوميجا ان نفس طلعتها، يعني كله بيعتمد على الاوميجا ان، كله بيعتمد على الكي، كله بيعتمد على الام. طبعا الكي شو هي؟ الكي ايكويفالنت. شو يعني كي ايكويفالنت؟ يعني اذا عندي اكثر من زنبرك بدي اخلي بدي ابدلهم زنبرك واحد. تسال شغلات المقاومات والتيارات والموسعات وهكذا بالفيزياء. طيب في عندي كمان الفريكونسي، ناتشرال فريكونسي. ناتشرال فريكونسي بتساوي 1 على تي بي او اوميجا على 2 باي، ما عندي مشكله. فهاي القوانين هاي الرئيسيه. هاي اذا ما عندي زمن، طبعا اذا في عندي زمن في عندي قوانين ثانيه او بنفسها بس بنضيف عليها حدود، راح نشرحهم بس نخلص هاي. بس هاي القوانين بتطل على الشاشه. فهذا الحكي كله اللي بالشابتر الكي اس، وهاي الحكي كله فاضي، ما راح اشرح طريقة الكتاب وزيادة طريقة الدكتور، راح اشرحها عن طريقهم من عندي. سهلة جدا وبتجيب الصحيح يعني. فهاي القوانين اللي بنياها، هاي القوانين كي اوميجا تربيع، هاي القوانين تبعت الزمن بعدين بنجيهن. هاي الرسمات كله اشتقاقات للقوانين اللي انا كاتبها. فانا اهم شيء عندي اذا هاي الخمس قوانين ست قوانين عارفهم، يعني تقريبا خلص السؤال. البنادول بنشرحه بعدين. مروا على اول مثال. اول مثال احكي لي 50 كيلو جرام موفز بين فيرتيكال جايدز، هاي فيرتيكال جايدز الحيطان. قال لي البلوك نزلت 40 ملم طفشناها قوه بي. قال لي هذا اكوليبريم بوزيشن، يعني الاكس 0 الفي 0 وهكذا. قال لي كل زنبرك اوجد البيريود اوف فايبريشن اللي هي تي بي، اوجد الماكسيمم فيلوسيتي اللي هي في ام، اوجد الماكسيمم اكسلريشن اللي هي اي ام. طيب هسه انا بطلع هو بده يعني احله على حالتين، حاله اذا كان الزنبركين مربوطات توازي وحاله اذا مربوطات توالي. طيب بما انه هيك احنا لازم نطلع اول شيء، قلنا اول شيء بنطلع دائما الاوميجا ام. فبدي اطلع كي ايكوفالنت على ام.
هسه بما انه هذولا توازي، التوازي يقول لك انا بجمعهم الكي اكويفالنت جمع، فمباشره كي اكويفالنت تكون 6 زائد 4 بدها تساوي 10، يعني بتساوي الاوميجا ان بدها تساوي 10 على الكتله، الكتله كم؟ 50. فهيك انا بتطلع معي الاوميجا ان، هاي بتعوضها انا تطلع معي جذر. طبعا العشرة ايش هسه؟ هاي كيلو نيوتن كيلو نيوتن، فهاي 10 كيلو نيوتن، فانا تضربها ب 1000، يعني 10 في 10 قوه 3 يعني 10 قوه 4، او بحكي 10 في 1000، فجذر ال 10000 على 50 اعطيني اوميجا 14.14، طلعت معي 14.14 طلعت. طيب طلعت الاوميجا، انا ما بدي الاوميجا، انا اصلا بدي التايم اوف بيريد، فبعوض هاي ال 14.14 بعوضها بالتايم اوف بيريد 2 باي في اوميجا ان، بيطلع معي التايم اوف بيريود، بيطلع معي هيو المخطوط تحت، بيطلع عندي 0.44، بيطلع عندي 0.44. طيب الفرع الثاني شو طالب مني؟ طالب مني الماكسيمم فيلوسيتي الفي ام بدها تساوي اكس ام في اوميجا ان. هو حكى لي 40 ملم نزلت، فبحكي له 40 ملم بحولها 0.04 ضرب ال 14.4 بيعطيني الماكسيمم فيلوسيتي. طيب الاي ام، الاي ام برضه 0.04 ضرب 14.4 تربيع تطلع الاكسلريشن. هاي عمل هيك طلعت معي هاي القيم، يعني إشي كثير 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 سهل، بس الفكرة بتكون كيف بدي أعملهم equivalent. طيب هاي بحالة إيش؟ حالة الفرع A. طب حالة الفرع B شو بنعمل؟ فرع B بدي equivalent للسيريز. equivalent للسيريز راح أعمل أنا مثلا واحد أو K equivalent بدها تساوي واحد على ستة زائد واحد على أربعة، أو شو بعمل أنا؟ بخليها بدلالة الكي وبحفظ هذا القانون عندي، هذا القانون عندي. طبعا هي واحدة equivalent تساوي واحدة equivalent واحدة تساوي equivalent، ما راح استعمل هذا القانون اللي جاب لي قوة بي تساوي 12 أبصار من وين جابها، فأنا بستعمل قانون من عندي أحسن منهم كلهم، فأنتوا احفظوه دائما بحالة السيريز K equivalent تساوي K1 في K2 على K1 زائد K2. K1 اللي هي 6، K2 اللي هي 4 على 6 زائد 4، 6 ضرب 4 24 على 10 2.4، فهاي 2.4 كيلو نيوتن على المتر، بحولها للنيوتن على المتر يعني 2400، ف 2400 على الماس بيعطيني الأوميجا أم، طبعا تحت الجذر برضه 0.04 بضربها باللي طلعت معي، والA بضربها بالمعي التايم اوف بيريود معي، واذا بيطلب الفريكونسي معي، وبخلص السؤال. يعني اللي انا بدي اوصل من هذا المثال، ما بحل على طريقه الكتاب، او يعني عادي بدك تحل عليها حل، بس ممكن مش مفهومه هاي الطريقه، انا اللي اعطيتك اياها اسهل بكثير. خلص شفتم انا هيك الاثنين قبال بعض، بحكي بجمعهم، بجمعهم بعوضهم بالقانون، اذا شفتهم فوق بعض بطبق قانون كي اكويفالنت اللي هو كي في كي كي زائد كي. تمام، يعني هذا أول درس لازم نتعلمه. طيب هسه شوف عندي، في عندي بروبلم بالكتاب، هسه هذا أول جزء. هسه الجزء الثاني من الشابتر إذا كان في عندي زمن، اللي هو راح تكون عليه كل بروبلم بالكتاب أصلاً، هسه إذا كان عندي زمن بالسؤال بتغير القوانين عندي، بتغير عندي الفي أم، بتصير عندي الفي أم إكس أم في أوميجا أن في كوساين، أقول لك بكتبها من جديد أفضل. راح أكتب أنا هسا الإكس، راح يصير في عندي إكس بدها تساوي الإكس أم في ساين الأوميجا أن في الزمن زائد فم، والفي أم أو الفي بدها تساوي إكس أم اللي هي مشتقة هاي، مشتقة هاي إكس أم راح تكون في أوميجا أن، هي مشتقة اللي داخل القوس، طبعا الفاي ثابت فبتصفر، في كوساين الأوميجا أن في تي زائد فون. طيب مشتقها كمان مرة بيعطيني الـ A تساوي الـ XM في أوميجا أن تربيع في سالب برا في ساين الأوميجا أن في تي زائد فون. هذول الثلاث قوانين إذا كان عندي زمن. هسه الـ XM اللي هي الاكس ماكسيمم اللي احنا راح نطلعها، ما راح تكون معي الاكس اللي هي الاكس اللي هي اللي اندفشت مشت، او عند زمن معين كانت الاكس تساوي كذا، عند الريليز عند الريست
كان عند الزمن تساوي 0 والاكس تساوي كذا، فالاكس ام انا عندي هنا مجهول مش زي اللي قبل. فهاي القوانين فهسه زي ما حكينا الاكس هي مثلا عند زمن معين، فبطبق الزمن بطلع منها الاكس ام. طبعا بطلع المشكله بالفاي، الفاي عندي باوندري كونديشن اللي اخذ ستراكشر بالديفليكشن كان عندي باوندري كونديشن، بطبقهم بطلع معي الشغلات هاي. فشو الباوندري كونديشن؟ مثلا بقول لي عندي الفي عندي الزمن تساوي 0، في مثلا بتساوي 2.5، بطبق بهاي المعادله يعني بيطلع معي معادله بدلاله الاكس ساين ومعادله بدلاله الاكس كوساين، بحلهم بيطلع معي قيمه الفاي. اغلب الامثله بتطلع الفاي باي على 2. مهم الآلة حاسبة بتحولها لراديان، chapter of vibration بالساين والكوساين بنحول الزاوية لراديان. كيف نحولها لراديان؟ هسه بنقول لكم كيف نحولها لراديان. راح تكون لراديان شوي، عمل شير سكرين للشاشة كاملة. هاي الآلة حاسبة عندي، بدي أحول الآلة حاسبة لراديان، بروح على Shift Setup بحط Angel Unit بحولها لراديان. الآلة حاسبة لراديان، ركزوا معي، الآلة حاسبة لراديان، تمام؟ طيب هسا كتبنا المعادلات، كتبنا المعادلات، عرفنا الـ XM إيش وشو الـ X والـ V شو هي اللي بكون مطلعين هذا السؤال. الـ V مش نفس الـ VM ولا الـ A نفس الـ AM. الـ AM والـ VM ما في ساين ولا كوساين ولا في سالب قانون الكوساين. فهسا احنا ايش كتبنا القوانين، هسا بدنا نحل. طيب بدنا نحل، مش شرط اخذ بروبلم السيليبس، بس مثلا لو بدي اخذ بروبلم 2، طبعا اذا بدكم بحل واحد بحل ثلاث عادي. هسا انا بدي ابلش بتو مثلا، قال لي ابارتيكل موفز ان ا سمبل هارمونيك موشن، قال لي سمبل هارمونيك موشن بطبق القوانين اللي اشتغلتها. نوينج ذات ذا ماكسيمم فيلوسيتي 0.2 يعني الـ VM 0.2 والماكسيمم اكسلريشن اللي الاي ام بتساوي 4 اللي اوجد الاكس ام والفريكوانسي اوف موشن. طيب بكل بساطه بقول له في ام، طبعا ما جاب لي سيره زمن، خلص اكس ام في اوميجا ام، طبعا ما جاب لي سيره زمبرك ولا شيء عادي ما لي فيه. بقول له 0.2 بدها تساوي اكس ام في اوميجا ام. طيب الفرق قال لي الفيلوسيتي الاكسلريشن 4 بدها تساوي اكس ام في اوميجا ان تربيع. طيب هو بده ايش اصلا؟ بده مثلا الفريكونسي اوف موشن، فكذا طلع الفريكونسي اوف موشن. فانا لو قسمت هاي المعادله على هاي شو بصير عندي؟ بتروح الاكس بضل الاوميجا ان، فبمجرد ما طلعت الاوميجا ان خلص خلص السؤال، اقسمهم على بعض تطلع معي اوميجا ان، طلعت معي اوميجا ان، برجع بعوضها بواحده من المعادلتين تطلع معي الاكس ام. طيب بطلع التايم اوف بيريود، بطلع التايم اوف بيريود بقسم واحد على التايم اوف بيريود بطلع معي الفريكونسي. يعني شايفين مثلا الاسئله، مثلا هذا السؤال قال لي بارتكل موفز نومينج ذات ماجنتيود 45.7 سنتيمتر والماكسيمم فيلوستي 1.8، قال لي اوجد الماكسيمم اكسلريشن للبارتكل والتايم اوف بيريود. بس ما راح التزم بالكي اللي معطيني اياه هون ولا راح التزم بالكي الماس اللي معطيني اياه هون، راح التزم بالمعطيات اللي اعطاني اياها. بكل بساطه 1.8 بدها تساوي اكس ام في اوميجا ان، فالاكس ام اعطاني 45.7 فانا بحولها للمتر 0.457 في اكس ام تطلع معي الاوميجا ان. فمجرد ما طلعت معي الاوميجا ان تطبق للقوانين الثانيه خلص معي السؤال. هاي خلو بالمانيوال. هاي ما طبق قانون الكي واي في ام اكس ام حلو. لا هذا بروبلم مش موجود، بروبلم 1 مش مشكله، بس الجواب الطريقه اللي انا حطيتها هي الصح. الوضع تبع قسمه المعادلتين مع انه هاي يعني ما كنت شايف السؤال اصلا، بس طيب مثلا شوف في بروبلم مطلوبه، مثلا بروبلم 12، بروبلم 12 هاي من السيليبس، بروبلم 12 من السيليبس اي. وين بروبلم 12؟ هاي بروبلم 12 قال لي 1.4 كيلوغرام سبورت جون سبرينج كونستنت الكي 400 which can act in tension and compression the block is equilibrium position فيها مره ابصر ايش الفيلوسيتي 2.5 يعني في 0 تساوي 2.5. هاي شغله قال لي اوجد التايم ريكورد تو موف 60 ملم يعني الاكس بوينت 06، قال لي اوجد الفيلوسيتي والاكسلريشن عند هذاك الزمن.
هسه ليش انا بدي استعمل قوانين الزمن هون مش القوانين العاديه؟ لانه بكل بساطه جاب لي ريست، جاب لي عند مسافه معينه وطلب مني زمن، اصلا طلب مني زمن. فانا ايش بعمل هسه؟ بدي احل السؤال على القوانين اللي هي اكس ام بدها تساوي مش اكس ام، اكس بدها تساوي اكس ام في ساين الاوميجا ان في تي زائد فون. طيب هذا ريست، عند الزيرو تساوي زيرو، فعند الزيرو او لا مش عند الزيرو، بوينت او او 6 بدها تساوي اكس ام في ايش هسه؟ اوميجا ان في تي زيرو لانه هذا ريست، فبيطلع عندي ساين فاي، ساين الفاي. طيب هاي معادله بمجهول. طيب اعطاني هو باوندري كونديشن انه عند الزمن زيرو كانت السرعه 2.5، بطبق له 2.5 تساوي اكس ام في اوميجا ان في ساين الزيرو زائد فاي. ليش زيرو؟ لانه اوميجا ان في تي زيرو في ساين الزيرو زائد فاي. طيب ظل انا شو مشكلتي هسه بهذا السؤال؟ انه شو الاوميجا ان؟ الاوميجا ان معطيني سبرينج كونستنت كي ومعطيني الماس 1.4، فبقول بكل بساطه الاوميجا ان بتساوي جذر ال 400 على 1.4، بتطلع معي اوميجا ان، بعوضها هون فبعوضها هون بيطلع عندي 2.5 تساوي اكس ام في ساين ثيتا ساين فاي، وعندي فوق 0.06 بساوي اكس ام في ساين فاي، بقسمهم مع بعض بتطلع معي ساين فاي، او تطلع معي المطاليب اللي بدي اياها. متاكد شوي؟ لا طبعا انا كنت مخربط بشغله، مخربط اني معوض 60، ما مخربط اني معوض 60 وين؟ بالمعادله هاي. لا هو اصلا عند الرسم بتساوي زيرو، هو اصلا بده الزمن لما تمشي 60. انا هاي بعتذر جدا خربطت فيها. فزيرو بدها تساوي اكس ام في ساين فاي في ساين فاي، ف 0 بتساوي ساين فاي زائد اوميجا تي، ف ساين 0 تساوي 0 فاي، فاي بتطلع 0، فبضل الفي بدها تساوي اكس ام في اوميجا ان في كوساين الاوميجا تي زائد فاي، الفاي 0 فبيطلع اوميجا تي. هسه هي معي 2.5، الاكس ام مش معي بده اياها، الاوميجا ان طلعتها من وين؟ من الجذر الكي على ام كوساين الاوميجا تي اوميجا تي. شو بعمل فيه؟ كيف بطلع الاوميجا تي؟ التي بده اياه، فصار عندي مجهول الاكس ام والتي. طيب الاكس ام من وين بجيبه؟ بعوض هسه، بعوض هي بنعوض. شو بنعمل عندي؟ طلعت الاوميجا، طلعت الاكس دوت، فطلعت الاكس ام من خلالها عند 2.5 ما في زمن، فبعوض مباشره اكس ام بتساوي 0.479، فبعوض الاكس بتطلع معي الزمن 0.204. شو اللي عملته؟ شو اللي عملته؟ برجع بكرر، طلعت اول شيء الاوميجا ان، عرفت انه الفاي تساوي 0 من الباوندري كونديشن عند الريست، بعدين صارت عندي المعادله هاي. طبعا حكى لي عند الزيرو بتساوي الاوميجا ان زيرو او الاوميجا ان في تي بتساوي زيرو، فطلعت الاكس ام. لما طلعت الاكس ام برجع بعوضها بقانون الاكس، لانه طلب عندي عند الاكس تساوي 60 اجزه زمن، فهي ال 60 تساوي الاوميجا او الاكس ام في اوميجا في تي، طلعت معي التي تساوي كذا. طيب بما انه طلعت الزمن خلص، هو بده الاكسلريشن والفلوستي هناك، بكل بساطه بطبق نفس القانون، طبق نفس القانون بيطلع معي الاكس دوت والاكس دبل دوت اللي هي الفي والاي. هذا السؤال من بروبلم A، سؤال 12 بسيط، عجقت شوي لانه خربطته بشكل صغير، بس الفكره عندي ثلاث قوانين، بطلع باوندري كونديشن بمعطى بيعطيني الفاي، معطى بيعطيني ومعطى بيعطيني شو اسمه الاكس ام، ومعطى بيعطيني الباقي. طيب البروبلم 14، هذا بروبلم 14، قال لي 32 كيلو جرام اتشن سبرينج الكيمي 31 وذات فريكشن ذا بلوك انيشال ديسبيسمنت 38 سنتيمتر، قال لي اوجد الكوليبريم بوزيشن، وقال لي بعد 1.5 اوجد التوتال ديستانس، اوجد الاكسلريشن للبلوك.
بس انا راح اجد الاكسلريشن للبلوك والتوتال ديستنس اللي الفرع فيه شغله ما تمكنت منها، ما عرفت شو اعمل كثير فيها. بس احنا بدنا نحل السؤال بشكل بسيط. اول شيء نطلع الاوميجا ان بدها تساوي جذر الكي 131 كيلو نيوتن، يعني 131 في 1000 على الماس اللي هي 32، تطلع معي الرا المانيوال اللي هو هذا بالفيت. طيب انا هخله على ورق بس بشوف كم بيطلع. بيطلع اوميجا، بتطلع اوميجا 63.98 راد لكل سكند. طلعت الاوميجا ان. بعدين برجع للسؤال، شو حكالي؟ حكالي عند الزيرو، حكالي عند الزيرو او عند الزيرو، يعني بدي اطلع الفاي. فانا بكل بساطه، عند الزيرو فيلوسيتي او عند الزيرو فيلوسيتي كم الاوميجا ان، فبقول زيرو عند الريست، يعني عند الريست راح اقول له XM مش معي في أوميجا N اللي هي 63.98 في كوساين الفاي. طيب هاي معادلة، هاي معادلة. فعندي معادلة ثانية بقول لي عند الريست، عند الريست كانت 0.38، عند الريست 0.38 الإزاحة، فبدها تساوي XM في ساين فاي. عند الريست تساوي ساين فاي. طيب شو المشكلة عندي كوساين فاي وساين فاي؟ هسه هاي تساوي زيرو، يعني كوساين فاي تساوي زيرو. بما انه كوساين فاي تساوي زيرو، اذا فاي بدها تساوي باي على 2. عوض باي على 2 هون، بتطلع مع الاكس ام، وبترجع تطلع مع الاكس ام 0.38، لانه ساين الباي على 2 تساوي 1. تمام. فانا هيك انا طلعت الاكس ام وطلعت الفاي، طلعت الاوميجا. فانا هس بطبق قانون الاكسلريشن، بده يساوي سالب اكس ان. اكس ان كم؟ 0.38 والاوميجا 63.98 تربيع في ساين الاوميجا تي، بعد متى؟ بعد 1.5، يعني 63.98 في الزمن 1.5 زائد باي على 2. نركز الزاوية بالراديان، الآلة حاسبة بالراديان، بيطلع معي الجواب، طبعا السؤال بالفيت، يعني خذ السؤال من بالفيت، بيطلع معي الجواب هذا. هاي هو شو عوض هون؟ الإكس إم في الأوميجا تربيع في ساين الأوميجا في 1.5 زائد باي على 2. هسا التوتال ديستانس، هسا شو عمل عندي؟ أنا بدي الإشي اللي فهمته منه إنه بالواحد ونص بده يفحص الزمن الدوري اللي مشاه. احنا نعرف انه تي بي بدها تساوي اوميجا ان على 2 باي. طيب الاوميجا ان معي ال 2 باي، طلعت الزمن الدوري، طبقت الزمن الدوري بواحد ونص، فبيطلع معاه او انه قسم الزمن الدوري على الواحد ونص على الزمن الدوري، اعطاني كم سايكل مشى، كم مسافه، يعني كم دوره لف، مش احنا راد لكل سكند، فلف بقول لك 15 دوره. فهون شو بقول لك؟ ال1 سايكل مشت 5 فيت، فال15 سايكل طلب عملت زمن تساوي كذا، فاخر شيء جمع انه ال15 سايكل، طبعا هي المفروض مش 15 سايكل، المفروض انه عمود 15.3 في ال5 فيت اللي هي لل1 سايكل، فهيك مشى الدستنسات لل1 سايكل، ومشى الدستنس الانيشال، بعدين مشى هي 0.8 هاي هي عند الاكس 1.5. يعني انا بس الجزئيه اللي ما فهمتها هاي الجزئية، يعني أنا بعرف إنه توتال مشى، هو توتال ديستانس مشى 15 لفة، ومشى اللفة الانيشال ضافها، وظل عندي هاي الشغلة مش عارف شو نسويها، بس هاي المشكلة. فإحنا لحد هاي حلينا سؤالين، اللي بنستنتجه من هذا الشابتر شغلة واحدة لا أكثر، عندي قوانين وبطبقها. فهسا شو في عندي بروبلم مثلا؟ عندي بروبلم مثلا نشوف بروبلم 17. شو حكي لي؟ قال لي الاربع كيلوغرام كذا 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 بده ايش؟ اوجد السبرينج كوست، بده يمشي بشكل عكسي. طيب
سبرينج تبس زيرو قال لي باش داون الاكس بوينت 2.3 اوجد السبرينج اوجد البوزيشن والفلوسيتي بعد تي تساوي بوينت او 6 فبطبق قوانين الاكس تساوي اكس ام في ساين الاوميجا تي زائد فاي والواي والفي والاكسلريشن القوانين هذيك. فعندي هاي القوانين هاي اكس مش عند الزيرو مش عند الانيشال اكس بعد فتره معينه من الزمن فانا بطلع ايش الاكس ام. كيف بتطلع الاكس ام؟ بحكي له صفر تساوي لا 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 الاكس انيشال هاي البوينت 3 اكس انيشال بوينت 3 تساوي كذا فالفاي اكس ام في ساين الفاي تساوي كذا وبعدين عند الريست زيرو طلع لي الفاي تساوي 2 فطلع الاكس ام. بعدين بطبق القانون بطلع معادلة دلالة الأوميجا في تي طبعا هو أعطاني تي بوينت 6 أعطاني تي بوينت 6 والأي بدها تكون التسارع بطبق معادلة التسارع بصفي معادلتين المدفولين بطلع الأوميجا أم. فمجرد ما طلعت الأوميجا أم بطلع الكي على الأم يعني على السريع بحله أنا لحالي بوينت 2.3 تساوي إكس أم في ساين الفاي. ليش ساين الفاي مش ساين الأوميجا تي زائد فاي؟ لأنه الأوميجا تي هي عند الرس أو زيرو وقال لي 0 اللي هي السرعه 0 تساوي اكس ام في اوميجا ان في كوسان الفاي. فعرفت انا انه الفاي تساوي باي على 2 فطلعت الاكس ام. فلما طلعت الاكس ام بعوض بهذه المعادله بقول له في تساوي اكس ام اللي هي بوينت 2.3 زي ما هي في اوميجا ان مجهوله في كوسان اوميجا ان في تي اللي هي بوينت 6 زائد باي على 2 هاي معادله. معادله ثانيه بتقول الاي اللي هي سالب جي. طبعا معادله السرعه ما بستعملها ما بستفيد منها ليش؟ لانه ما عندي معطيات للسرعه بس هون اعطاني هسه هي تتحرك حركه عموديه فبستغل بالجاذبيه فسالب جي شو بدها تساوي؟ اي بوينت 2.3 طبعا بالسالب في الاكس هاي الاكس ام الاوميجا ان تربيع معيش اياها في ساين الاوميجا ان معيش اياها التي بوينت 6 معياها زائد باي على 2. فانا ايش صف عندي شو مجهول بهي المعادله كامله؟ الاوميجا ان بحلها بتطلع معي الاوميجا ان ومعي الكتله فطلع هذه. طيب بدي انبهكم على شغله. مثلا لو عندي هالسؤال 19 هالسؤال 13 من بروبلم بي لو انا عندي زي هيك هذول بحلهم توالي توازي قصدي يعني بجمع 12 زائد 12 ولما احل الكي ايكوفلنت اخر شيء شو بقول انا؟ مثلا هاي 12 زائد 12 24 وهاي كم؟ اجمعها جمعي يعني لما يكون عندي زنبرك من فوق وزنبرك من تحت انا بجمعهم جمعي انا بعتبرهم توازي يعني في هاي كي ايكوفلنت لهاي كم بده يكون؟ الكي ايكوفلنت اللي تحت كم؟ 12 زائد 12. طب وكم الكي ايكوفلنت للشكل الكامل؟ بده يكون 12 زائد 12 زائد 24 هاي انتبهوا عليها اذا كان عندي زي هيك. طب السؤال كيف بدي احله؟ زي اول سؤال بالتشابتر ولا بفرق عندي شيء. طيب هذا السؤال سؤال بروبلم 21 موجود بس من بروبلم A قال لي اذا على السيريز اخذوا 5 سنتي اي 5 سكند وعلى البارل اخذوا ثانيتين قال لي اوجد الريشيو للكي 1 على الكي 2 هو قصده كي بارل كي سيريز على كي بارل. فانا ايش بعمل انا؟ ايش بعمل؟ بكل بساطه بقول له المعادله تي بتتساوي اوميجا على 2 باي صح؟ طيب شو بعمل انا؟ اوميجا ايش بتساوي؟ جذر كي على ام. فالكي ايكوفلنت بهاي كم بده يكون؟ بده يكون كي 1 كي 2 على كي 1 زائد كي 2. طيب هاي بالنسبه للسيريز. طيب للبارل طبعا هاي كم بعوضها 5. طيب والاثنين بدها تساوي جذر الكي. الكي كم بدهم يكونوا بالحاله الثانيه؟ كي 1 زائد 2 لحالها على ام. طبعا الام على ام بتطير لمقسم معادلتين على بعض 2 باي. فانا ايش بعمل انا؟ بقسم هاي المعادله على هاي مثلا بقسمهم على بعض بيطلع معي معادله تربيعيه بدلاله الكي 1 والكي 2 بيطلع معي اخر شيء ريشيو اللي هي هيك. سؤال 21 هاي الكي ايكوفلنت بالسيريز القانون اللي قلت لكم عنه هاي الكي للبارلل
هاي المعادلة، هاي المعادلة قسمهم على بعض، ربع الطرفين مشان يشيل الجذر، حل المعادلة، حلها آخر شيء طلع معاه 4، انساكم من الربع، هي 4 بس. يعني الشابتر يعني هاي بروبلمز، بروبلمز يعني مش اكزامبل، وما شرحهم دكتور، مع هيك سهلين كثير، بس نعرف كيف نتعامل. يعني مثلا هذا السؤال 22 موجود بسيلبس بي، عندي 3 على الهاي، فانا بكل بساطة بطبق 1 على 16 زائد 1 على 12 زائد 1 على 8، هذا ايش كي ايكويفالنت. طبعا هو بيقول لك هون بي وبي وبي، مش مشكلة يعني لو قال لي بي وبي وبي مش مشكلة. شو بعمل بعدين؟ بكل بساطة بعرف انه ال K تساوي ال P على ال S، فهذا ال هذا الإشي هو مش كيكوبلنت S، فال P مجهولة، وال S لو خليت هاي P وهاي P وهاي P راح تكون P في الناتج اللي بيطلع معي من هذول، فال P مع B بتروح، فبيطلع معي K equivalent. فمجرد ما طلع ال K equivalent شو ضل؟ هو شو بده مثلا؟ بده ال period، خلص طلعت ال K معناها طلعت الام مباشره، طلعت الكي طلعت الاوميجا. ماكسيمم فيلوسيتي مش طالب هون زمن، فخلص مباشره في ام طلع الاكس ام في اوميجا ام، اوميجا طلعتها. طب شو الاكس ام اللي هي 30، والفي ام والاي ام تتساوي الاكس ام طلعت السؤال هي 0.3، والاوميجا ام تربيع. يعني الفكره بالاوميجا ام تربيع، كيف بدي اطلعها؟ الاوميجا ام كيف بدي اطلعها؟ سؤال 22 بكل بساطة بطبق هاي القانون بي على كي 1، بي على كي 2، بي على كي 3، خلاها بدلالة بي، بعدين لما طلع كي بتساوي بي على اس، راحت البي مع البي، ظل هذا الناتج، فالاوميجا تساوي جذر كي ام، طلعت الاوميجا، فبطبق القوانين مباشرة، هو سؤال من بروبلم بي. شو في كمان اسئلة حلوة؟ مثلا هذا السؤال، هذا السؤال هذول الاثنين بعملهم على كي اي، كي بي، على كي 1. طبعا هذا من بروبلم A زائد K2 KB، وبعدين ال K equivalent كامل بده يساوي كم؟ هذا اللي طلع معي زائد C، K equivalent زائد C، yes. تمام، وبحل طبيعي. هاي بها بروبلم 26، طبق ال K زائد K، طبعا K على 2 هو بعد ما حلهم وكذا، وطلعت ال K معي، طلعت الزمن للبيريود معطيني اياه بيكون هي 0.4، حل طبيعي، يعني كثير كثير سهل. بروبلم هذا البروبلم نفس الفكرة، هذول التوا بجمعهم وبجمع لل 16، البروبلم 24 مش من السيلبس، هي جمعهم 2 كي 1، اعتبر انه هذول كي 1 هي 2 كي 1 زائد كي 2 100%، فالاوميجا ام طلعها، حل المعادلة طلعت مع الام والهم 25، هذول بعملهم كي 1 كي 2 على كي 1 زائد كي 2. K1 K2 K1 زائد K2 حل طبيعي. شو في بروبلم مثلا كمان؟ بروبلم 19 29، بروبلم 29 مش مفهوم كثير، يعني ما بعرف احله. 27 مش مطلوب، 26 حلينا، 24 25 حليناهم، 22 حلينا، 21 حلينا، 16 حلينا، و17 حلينا، و14 حلينا، و12 حلينا. يعني شو اللي يعني شو اللي فهمناه من هذا التشابتر؟ ما فهمنا غير انه اوميجا ام تطلع من قانون جذر الكي على ام، الكي بالنيوتن على المتر، والاكس ام او الاكس تساوي اكس ام في ساين الاوميجا في تي زائد فاي. ننتبه هنا بالراديان، الفاي كيف بطلعها؟ بيكون عندي يعني دائما شرطين، بيقول لي الاكس تساوي رقم، وعندي التي تساوي رقم، فبيطلع معي اكس ام دلاله الهاي، ومعادله ثانيه سرعه تساوي زيرو مثلا، بطلع منها الفاي، يعني الفاي دائما بتطلع قيمه يا صفر يا باي على 2، مش دائما بس انه اغلب الامثله، يعني كل الامثله اللي هون بالكتاب زي هيك. ليش؟ لانه بصفر لي سرعه وبقول لي وجد لي الكوساين الفاي، متى بيكون الكوساين صفر؟ عند الزاويه 90، هيك الفكره. فبطلع الفاي، بس ننتبه انه هاي انه الزاوية 90، ننتبه شو الفرق بين الاكس ام والاكس وبس. هذا هيك اول جزء من التشابتر، ضل جزء البنادول بشرحه بعدين ان شاء الله، والجزء الاخير ما بعرف اذا راح اشرحه او لا، بس المهم انه يعني على الاقل نضمن نص التشابتر مبدئيا.
يعطيكم ألف عافية.